انفصاله عن الفنانة شيري عادل بحوالي سنة، ظهر ترند جديد على السوشيال ميديا باسم الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود. انتشرت أخبار عن وجود علاقة وقصة حب كبيرة بينهم، وإن قريباً هيتم إعلان ارتباطهم رسمياً وهيتجوزوا. والأخبار ما اتقالتش من فراغ، كان في إشارات كتير بتدل على ارتباطهم، ومن ضمنها وجودهم الدائم مع بعض في كل مكان في كواليس تصوير فيلم مش أنا اللي جمعهم بالفنان تامر حسني. وتعليقاتهم لبعض على صورهم على السوشيال ميديا، واللي آخرها صورة معز مسعود وهو في الشارع بيعزف على الجيتار، وكتب تعليق على الصورة فيما معناه: شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة، أنت تعرف من أنت. وعلقت حالة على الصورة بهاي معز من التقط هذه الصورة، وهو رد عليها بشخص مميز جدا. والمثير للجدل أكتر إن الأخبار انتشرت بطريقة رهيبة وكل الناس بتتكلم، ولسه مفيش أي رد لا من حلا ولا من معز مسعود، لا بالنفي ولا بالإثبات. والجدير بالذكر إن لما سألنا الفنانة هنا شيحة أخت حلا شيحة هل الأخبار دي حقيقة ولا مجرد إشاعات، ردت وقالت: أنا مش بتكلم عن حلا، ماليش علاقة، اسألوا حلا. معز مسعود لو علاقته بحالة شيحة طلعت حقيقية فعلا وتجوزوا، هتبقى حالة الزوجة رقم 4 في حياة معز. والجدير بالذكر ان الزوجة الاولى كانت بنت اسمها سارة بتدرس مع معز مسعود في الجامعة الامريكية، اتجوزها سنة 2003، واتقال ان تم اطلاق عليها لقب ملكة جمال الجامعة الامريكية. والزوجة التانية هي المرشدة السياحية بسنت نور الدين، اتجوزها بعد انفصاله عن زوجته الأولى سارة بفترة صغيرة جدا، ولكن الجوازة ما استمرتش كتير، كانت حوالي سنة. والزوجة التالتة اللي كلنا عارفينها هي الفنانة الشابة شيري عادل، ولكن للأسف برضو ما استمرتش فترة طويلة، وبعدها أعلنت شيري انفصالها تماما عن معز مسعود. يا ترى الزوجة الرابعة هتبقى حالة شيحة فعلا؟ لسه مفيش أي تصريحات تنفي أو تأكد الخبر، بس تابعونا باستمرار عشان نعرف كل جديد مع بعض. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.